العربية. بالنسبة للقراءة المتحررة فأنت دفعة 21 دي ما درستش قراءة متحررة خالص قبل كده. الفكرة في القراءة المتحررة إن هي موضوعات قراءة عادية زيها زي موضوعات القراءة اللي كانت مقررة عليك في تالتة إعدادي، مثلا زي قصة أثر، زي سميرة موسى، يعني فقرات قراءة كده عادي زيها زي الدروس العادية. بس إحنا بناخدها كلمة متحررة يعني مش من المنهج، يعني من اي حته. يعني ممكن مثلا تلاقي مقال بيتكلم عن التكنولوجيا، ممكن مقال تاني بيتكلم مثلا عن اكرام الضيف، مقال تالت بيتكلم مثلا عن مشكله ما وحلها زي مشكله التلوث وتقديم حلول لها، او مثلا فقره من كتاب لكاتب، او عنوان او مقال لكاتب. مقال لكاتب مثلا. ايه هو الاساس من القراءه المتحرره؟ الاساس ليك انت كطالب ان انت تزداد ثقافة ووعي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تطلع على قراءات متنوعة، يعني مثلا تقرا عن الفضاء، تقرا عن الزراعة، تقرا عن الصناعة، تقرا عن التكنولوجيا، تقرا عن مشكلة. طيب نرجع بقى لموضوع القراءة المتحررة ازاي هيك. بص، هو بيديلك فكرة او بيديلك درس او بيديلك القراءة المتحررة دي في صورة فقرات. الفقرات دي هو بيسألك عليها أسئلة، يعني مثلا هتلاقي في سؤال مكتوب ما هو أو ما هي الفكرة الرئيسة في هذا المقال، أو يقول لك مثلا ما هي الفكرة التي تناسب الفقرة رقم 3، هنقولها برضو إزاي. طيب ده بالنسبة للسؤال اللي هو إيه الفكرة أو الفكرة الرئيسة للمقال. في جزئية تانية اللي هو يجي يسألك يقول لك علاقة الجمل ببعضها، يعني ايه علاقة مثلا كلمة كذا بالجملة اللي قبلها او بالجملة اللي بعدها، او علاقة الجملة دي بما قبلها او بما بعدها. تمام كده، ده سؤال اساسي، يعني العلاقات سؤال اساسي في القرآن، اساسي بيقول معنى كلمة كذا، هيجيب لك مثلا 3 4 معاني متقاربين، بس مفيش غير كلمة واحدة بس هي اللي هتنفع في السياق المقال. خلي بالك، يعني لو جه قال لك مثلا كلمة واداك 3 أو 4 اختيارات، انت بتعتمد على طريقتين ان انت تحل بيهم، يا اما ان انت تستبعد مثلا اختيارين يعني تستبعدهم، فتلاقي نفسك في اختيارين هما واحدة فيهم صح والتانية غلط، بس انت لسه مش متأكد، فتقوم رايح للمقال تاني. تمام، هنعرف ازاي هنجيبها ازاي، لان انت في طرق كده معينة بنفهم من خلالها ازاي تجيب معنى الكلمة. تمام كده، طيب ايه الاساسية اللي هي ما الفكرة العامة للمقال، او ما الفكرة الجزئية للفقرة رقم كذا في المقال. التاني حاجة ما معنى كلمة كذا في المقال، برضو بنرجع ليها. تالت حاجة العلاقات، ايه علاقة كذا بكذا، او ايه علاقة الجملة اللي قبلها باللي بعدها، او ايه علاقة الكلمة دي بما قبلها، وهكذا. وهنشوف الموضوع العلاقات ده لما نيجي نتدرب على القطع. طيب لما تيجي حضرتك بقى تبص للأسئلة التانية. الأسئلة التانية احنا قلنا 3 أسئلة أساسيين بيتكرروا في أي قطع. طيب إيه هي الأسئلة التانية؟ الأسئلة التانية بقى بتكون أسئلة مقالية، دي الأسئلة الاختيارية، بتكون أسئلة مقالية على القطع. يعني إيه؟ يعني مثلا يقول لك ما علاج مشكلة كذا، لو القطع بتتكلم عن مشكلة معينة مثلا، يعني مشكلة مثلا الزحمة المرورية، أو مشكلة التلوث، او مشكلة الطاقة غير متجددة مثلا، ايه علاجها من خلال المقال؟ هتلاقي بالظبط الاجابة في المقال، كل اللي عليك ان انت هتفهم وتحط. طيب ما وجهة نظرك في كذا؟ هتقول حضرتك وجهة نظرك بناء على المنطق. يعني بمعنى ايه؟ يعني ما يجيش مثلا يقول لك ما رأيك في مشكلة تلوث نهر النيل، وتقول له دي مشكلة كويسة ومشكلة حلوة جدا ولازم ندعمها ولازم نكون حريصين عليها وكلنا يا ريت نزود التلوث. اقول لك ازاي يعني؟ لا مش كده، انت كل اللي عليك ان انت بس يبقى رايك منطقي. تمام كده، مع ان المفروض الراي، لو انا يعني لو احنا نعتمد ان اجابه الطالب في موضوع الراي ده هتكون اي اجابه صح، لان ده راي، انت بتسالني عن رايي، فممكن يكون رايي مثلا في مشكله التلوث ان هي كويسه، واحد تاني رايه فتج من خلال المقال بعض مثلا الركائز الأساسية اللي مش عارف لنهضة بالتعليم، بعض السمات الأساسية للعادات العربية القديمة، وهكذا.
يعني سؤال بيعتمد على برضو ملخصك انت لقراءة المقالة. طيب نعمل ايه في القطعة بقى، في قطعة القراءة المتحررة؟ انت حضرتك هتقرأ القطعة مرة اتنين، مش مشكلة ما تقلقش، الوقت مش هياخدك، يعني تقرأ القطعة 3 مرات، 3 مرات، يعني ما تستعجلش في الإجابة على مهلك خالص، لأن القراءة المتحررة دي قطعتين مش قطعة واحدة. الامتحان هيكون فيه قطعتين قراءة متحررة، القطعتين دول عليهم 14 درجة، يعني عايز أقول لك إنه عليهم درجات كتيرة جدا، فإحنا أولى بكل درجة. إحنا مش بنعتمد على إن هو إحنا نحله وخلاص، مفيش حاجة اسمها حل وخلاص، في حاجة اسمها حل بالفكر. حل بالفكر في القراءة المتحررة ده أنت هتعتمد على تفكيرك وفكرك. بس خد بالك ان القراءة المتحررة عايزة تدريبات كتيرة جدا، عايزة تكون فاهم وواعي اكتر ما تكون حافظ. يعني لو انت المدرس هيخليك تحفظ بعض الحاجات كده وتروح، لا انسى انسى بمعنى الكلمة. يعني احنا هندي لك بعض الحاجات اللي هتمشيك، يعني مثلا هقول لك ان لو لقيت كلمة كذا في الجملة يبقى دي علاقتها بما قبلها مثلا تعليل، يعني مثلا لو لقيت كلمة لأنه يبقى على طول تعليل. ما هو ممكن، لا ممكن يكسر القاعدة دي، وفي الغالب هو بيعمل كده. يعني في الغالب نقطة الامتحان نفسه بتاع النظام الحديث في نظام التابلت ان هو بيكسر القواعد، يعني ما بيخليش يبقى فيه حاجة زي جمود في الفكر، لا هو بيعتمد ان يخليك دايما يخالف القاعدة. لو انت حافظ 1 + 1 = 2، لا هو بيقول لك ان لو احنا جبنا 1 + 0 + 1 هيساوي ايه، هيحط لك حاجه بقى في النص، يعني هيجدد لك يعني، بس برضو النتيجه هتكون واحده. النتيجه هتكون واحده من خلال ايه؟ من خلال تفكيرك انت ومنطقك انت، يعني من خلال التفكير، التدريب الكتير، من خلال تكون فاهم مش حافظ. لو انت هتحفظ، لا يعني لو احنا هنحفظ في النظام الجديد انصحك بلاش، الحفظ في النظام الجديد هيضيعك. فيلا بينا نشوف قطعة قراءة متحررة كده مع بعض ونحلها مع بعض كده ونشوف.